إثيوبيا بغوت يسوي زوبر وانجل يترتر تشاشون هلت متو سووش ما سروات زغبا يه إثيوبيا فدرالاوي قدعوش منيستر أتوش فراو تكلا مريم تنانت لإثيوبيا زينا غلغلوت تنان غرون دتبالو كونه بغوت يسوي زوبر يترترو كولت متو يلان نسو سووشن أغريتو بكو ترسر يوالي سيون ليلوش كسماني ميانسو تترتاريوشن دغمو بكو ترسر لموال بفل لغالي مونو تزغبوال منغست غوت سدت لمكالاكلنا بوش أغرات يمدرس باتشون سكو قال ماسكرات የችግሩ ዋንኛ ምንጭ ናቸው በተባሉት በጎት የሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ መጠነ ሰፊ ዘመቻ መከፈቱ ነው የተዘገበው። ሀገሪቱ በቅርብ ሰሞን በሊቢያና በደቡብ አፍሪካ አስከፊ የሚባል ጥቃት በኢትዮጵያ ላይ መፈጸሙን ተከትሎ በጎት የሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ ከበድ ያለ ቅጣት የሚጥል ረቂቅ ህግ እያዘጋጀች እንደሆነ ሲዘገብ ቆይቷል። አሁን ያለው የሀገሪቱ ህግ በጎት ሰው አዘዋዋሪነት ወንጀል የተገኛት ፊ ላይ ከመቶ ሺህ ብር ያልዘለለ የገንዘብ መቀጮና የ20 ዓመት እስራት የሚጥል እንደሆነ ይታወቃል።